أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن إصدار شهادات ادخارية مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% ويصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% ويصرف شهرياً. وتصدر شهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها للأشخاص الطبيعيين من البالغين والقصر، مصريين وأجانب. هذا ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستيرادية المقررة.